باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد، احل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان بظهر الدور كلها، امين. بنعمة ربنا نبدا ترم دراسي جديد، وفضلت ان ابدا معاكم في الترم الاول في مادة اللاهوت المقارن. كنا قد درسنا معا في المرحلة الأولى، اللي أتمنى تكونوا كلكم ناجحين بدرجات حلوة فيها، مادة اللاهوت العقيدي الجزء الأول من اللاهوت العقيدي. سنة تانية هتستكملوا مادة اللاهوت العقيدي في الجزء الثاني، اللي هو يشمل أسرار الكنيسة وملحق بيها الجانب الطقسي للأسرار. لكن الأسرار السبعة دي تعتبر الجزء الثاني من مادة اللاهوت العقيدي. الترتيب المنطقي ان تدرس اللاهوت العقيدي الاول، نعرف عقيده كنيستنا وايماننا الارثوذكسي كويس، وبعد كده نبدا ندرس اللاهوت المقارن اللي هي الفروق اللي بيننا وبين بعض الطوائف الاخرى التي لا تتفق معنا تماما في الايمان. هنركز السنة دي على نقط عامة نختلف بيها مع الطوائف الأخرى، وبعد كده نتطرق لنقط نختلف فيها مع البروتستانت والكاثوليك معا، وبعد كده نتوسع شوية الخلافات اللي بيننا وبين اخواتنا البروتستانت. طبعا احنا بندرس للدراسة والفهم، لا نهدف ان نهاجم احد او نقلل من شأن احد، ولكن احنا بنعلن ايماننا ونتمسك بيه ونقتنع به، نؤمن عن قناعة. فلازم تبقى الأمور كلها قدامنا وبنحدد إحنا بقى بنؤمن بإيه، بقناعة قوية. وبعد كده كل واحد حر بقى، يعني أي طوائف أخرى تقتنع كيفما تشاء، هم حرين، ما بنصدرش حرية حد. لكن كل يهمنا ان يكون ايماننا واضح لينا، احنا بنؤمن كده وكده ليه، وليه رغم ان الانشقاق او تعدد المذاهب امر لا نحبه، ولكن مضطرين ان الواقع يبقى كده لأننا في أمور لا يمكن أن نقبلها إيمانيا. وإن كان قلبنا مملوء بالحب للجميع، لكن محبة الآخرين شيء والإيمان والعقيدة شيء آخر. إحنا مطلوب مننا مش إننا نحب المختلفين معانا وبس، ده الكتاب يقول أحبوا أعداءكم كمان. فإذا كنت مطلوب مني أحب عدوي، فمش أحب اللي يختلف معي، لا أحبه، لكن عندي الإيمان والعقيدة ده وضع تاني بقى. المحبة شيء والإيمان والعقيدة شيء تاني. أنا أحب كل الأديان كمان، أحب الناس، يعني أحب يعني البشر
اللي بيؤمنوا بكل الأديان، لكن يؤمنوا بإيه؟ أحب اللي بيؤمنوا بي ولا ما أحبوش، دي حاجة تخصني، لكن أنا بحب الأشخاص لأن دي وصية ربنا أن نحب الجميع. إحنا درسنا السنة اللي فاتت أهم العقائد المسيحية الكبرى، وكانت تشمل الفداء والتجسد ولاهوت السيد المسيح والثالوث القدوس والشفاعة والحياة الأخرى. وهتستكمل السنة دي إن شاء الله في مادة اللاهوت العقيدي الأسرار الكنسية، أسرار الكنيسة السبعة من الناحية العقائدية، وشمل أيضا الطقسية معاه. أول خلاف بيننا وبين الطوائف الأخرى غير الأرثوذكسية كان حول طبيعة السيد المسيح، وده بسببه انشق البعض عن الكنيسة الأرثوذكسية وبقوا يسموا نفسهم الكنائس الخلق الدنية. وكان المسيحيون بقوا فريقين، فريق الأرثوذكسي يشمل كرسي الإسكندرية وكرسي أنطاكيا، يعني الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس. وفي تابع للسريان الأرثوذكس الكنيسة الهندية الهنود الأرثوذكس، وكان تابع للكنيستنا القبطية الأحباش الأرثوذكس، وأصبح دلوقتي برضو الأريتريين الأرثوذكس بقوا كنيسة مستقلة. دول كلهم كتلة واحدة في الإيمان الأرثوذكسي. يقابل من الناحية التانية كان كرسي روما وكرسي القسطنطينية، قبلوا مجمع خلق دنيا ويؤمنوا ان السيد المسيح طبع الدين ومشيئتين، انه شخص واحد وقنوم واحد. هم يقولوا كده في طبيعتين ومشيئتين، ويقولوا الطبيعتين متحدتين غير منفصلتين غير منقسمتين، لكنه شخص في الطبيعتين، وان الطبيعتين متحدين في الشخص، لكن احنا نقول طبيعة واحدة من ايه؟ من طبيعتين تشمل خصائص الطبيعتين. انا مش هشرح الموضوع ده دلوقتي، انا بدي فكرة اجمالية الاول عن نوع الخلافات، وبعد كده هندخل فيها بالتفصيل حاجة حاجة. الخلاف الاول دوت ده هيكون اهم موضوع هنتكلم عنه، مش هنتكلم عنه النهاردة، ده هيكون في محاضرتين مندمجتين في يوم واحد، هنعلن عنه مسبقا لأن مش هتلاقوه في مذكرات، هيعتمد على المحاضرة، ولازم اللي يحضرهم يحضرهم على بعض، لو حد حضر جزء وجزء تاني مش هيستفيد حاجة، لو برضو عكس ما حضرش الجزء الاولاني ويحضر التاني مش هيستفيد حاجة. عشان كده رغم انه بيبقى يوم كبير شوية، لكن مهم ناخده مرة واحدة. فان شاء الله في المرة القادمة سأعلن عن موعد
هذا اللقاء عشان الكل يبقى مرتب نفسه ومحدش يغيب فيه، لأن دي نقطة خلافية مع بقية الطوائف الإيه غير الأرثوذكسية كلها. فضلت روما والقسطنطينية زي بعض لغاية القرن الحداشر. حصل خلاف ما بينهم حول الروح القدس، انبثاق الروح القدس، فانقسموا بقى هما كمان. بقى في الروم كنيسة البيزنطية اللي بيقولوا على نفسهم أرثوذكس، دول يختلفوا معانا فيما يخص طبيعة السيد المسيح، ونتج عنها بعض الفرعيات الحقيقة محتاجة دراسة دقيقة. وأصبح الجانب الآخر كان الكنيسة الكاثوليكية، فأضافت خلاف إضافي غير طبيعة السيد المسيح، لا بقى في انبساط الروح القدس، يقولوا منبسط من الآب والابن، لكن احنا بنقول في قانون الإيمان المنبسط من إيه؟ من الآب. ودي برضه هنبقى نتطرق ليه في الحديث عن الخلافات. بقى كده في ثلاث حاجات: كنيسة الأرثوذكسية بعائلتها اللي احنا قلناهم، والكنيسة البيزنطية أو الكنائس البيزنطية، والكنيسة الكاثوليكية. جه بعد كده في القرن الستاشر الكاثوليك زودوا خلافات كثيرة حقيقة معنا، من ضمن الحاجات المطهر، رئاسة البابا على الكراسي الأخرى يعني، أو يعتبر خليفة بطرس وبالتالي يؤمنوا برئاسة بطرس الرسول على التلاميذ، الحبل بلا دنس، بعض خلافات طقسية أخرى، وأضافوا عليها حتى في المجمع الفاتيكاني اللي تعقد في الستينات واللي قبله، في حاجات جدت. لكن كان في حاجات بدأت تجد، فحصل انشقاق أو انقسام في الكنيسة الكاثوليكية أيضا، بس الانقسام اللي حصل كان مضاد. إذا كان حصل غلو في الكنيسة الكاثوليكية في بعض الأمور، ففي مقابلها حصل غلو يساري أيضا بصورة أكبر في الكنيسة البروتستانتية، أو حصل الانشقاق البروتستانتي في القرن الستاشر. أشهر ما فيهم مارتن لوثر، فبقى في بروتستانت وبقى في إيه؟ كاثوليك. إحنا ده كله العائلة بتاعتنا من البداية ما حصلش حاجة، يعني هو حصل انشقاق، اختلفوا معانا في خلق دنيا وبقوا في جانب، وكنيستنا في جانب آخر. العائلة بتاعتنا زي ما هو، إيماننا مفيش جديد ولا تغيير ولا تعديل ولا أي حاجة. دايما الحاجة اللي تحصل بتتوالد، فانشقوا بعد كده للكنيسة البيزنطية والكاثوليكية، وبعد كده الكاثوليك برضو انقسموا بقى كاثوليك وإيه وبروتستانت. البروتستانت جاءوا بقى على النقيض من كل حاجة غلا فيها الكاثوليك، فإذا كان الكاثوليك غالوا في يعني كلام عن الست العذراء ومن حبل بها بلا دنس، ويعني
واتكلموا عنها بصورة مبالغ فيها، رغم ان احنا نحب العذراء جدا، لكن العذراء بالنسبة لنا انسانة فائقة القداسة، يعني على درجة اعلى، واخدة مرتبة اعلى من الكل، فوق القديسين والملائكة، لكن ان كانت انسانة ايه عادية، وهي نفسها كانت محتاجة الخلاص، وقالت على نفسها كده يعني. تبتهج روحي بالله مخلص، تبتهج روحي بالله ايه مخلص. فبدأ البروتستانت يتجه اتجاه مغالى فيه في بعض الحاجات، بقى مع مش مع الكاثوليك وبس، بقى مع الكاثوليك ومع الأرثوذكس ومع البيزنطيين، يعني أصبحوا لا يؤمنوا بالأسرار، وبالتالي لا يؤمنوا بالكهنوت، ولا يؤمنوا بالشفاعة، ولا بالتقليد، ولا بالطقوس الكنسية زي الكنيسة بترتيبها بأيقوناتها ببخورها شمعها حاجات دي، لا. حتى مفهوم الخلاص والإيمان بدأ برضو في اختلاف، إلا تآمن فقط، ولا سيما في قضية الإيمان والأعمال. في اختلاف بخصوص المواهب، يعني يغالوا قوي في موضوع المواهب والتكلم بألسنة وغيره، يعني زي كده. أمور كثيرة احنا بنقول يعني بصورة مجملة، ما يؤمنوش بالأصوام العامة، فيش أصوام عامة، حتى الكتاب المقدس ما يؤمنوش بالأسفار القانونية اللي هي التانية اللي هي اللي حذفوها في النسخ اللي موجودة، اللي فيها طوبيا ويهوديت ومكابيين ويشوع بن صراف وغيره. ولما ما بيؤمنوش بالشفاعة ما يكرموش القديسين، أصبح للقديسين خلاص ما لهمش قرار. لا يؤمنون بدوام بتولية العذراء، لا يؤمنون بالصلاة على الموتى، طبعا ما فيش تقليد عندهم، لا يؤمنوا بالتقليد ولا الطقوس، وبالتالي الاتجاه الى الشرق مش لا يلتزموا به، لا يؤمنون او لا يقبلون الصلوات بالاجبيه، كل حاجه يعني حريه مطلقه. يعني البعض منهم يؤمن بالحكم الالفي، ان السيد المسيح هيجي ويحكم 1000 سنه على الارض، طبعا لا يوقرون الصليب زينا، ما يعني ما يرشموش الصليب، يؤمنوا بعقيدة الاختيار، ان ربنا بيختار ناس معينة كده ويديهم نعم خاصة، يعني كأن يعني ربنا عنده محاباة. يعني الكاثوليك كانوا مغالين ان محدش يقرا الكتاب المقدس لوحده، يتقري تحت اشراف الكنيسه
أو في الكنيسة أو عن طريق الكهنوت فقط. إحنا طبعا كنيستنا نحب الناس كلها تقرأ الكتاب المقدس ويبقى متاح لكل الناس، لكن مش كل حد يفسر، مش كل حد يفسر، التفسير ناخده من الكنيسة. لكن هم حتى القراءة الكتاب المقدس لا يقرأ إلا إيه؟ في الكنيسة من خلال الكهنوت. فالبروتستانت عملوا العكس بقى، أي حد يقرأ وكل حد يفسر، وبالتالي كل واحد بقى يقتنع ويعتقد بما يشاء، ومفيش تقليد، مفيش حاجة مسلمة، مفيش حاجة اسمها زيهم زي العذراء زي الرسل، مفيش فرق. وبالتالي الرسل دول ما يزيدوش عنهم حاجة، فهم من حقهم يفسروا كما يشاءوا. فطبعا لما دي الأفكار الأساسية بتاعة إخواتنا البروتستانت، علشان كده نشأ بقى مذاهب بروتستانتية كتيرة. يا لو حد وجه لي سؤال دلوقتي حالا وأنا قاعد، كم عدد المذاهب البروتستانتية؟ أقول لكم معرفش. أقول لكم معرفش، لأن يعني في حرية مطلقة كل واحد إيه يفسر كما يشاء، طالما آمن فقط، آمن فقط بالرب يسوع. ده يمكن في الطائفة الواحدة أو المذهب الواحد ممكن تلاقي كل واحد يختلف عن التاني، طالما ما فيش حدود، ما فيش إيه قيود. لكن إحنا لما هنتناقش عن بعض الفروق هنناقش على الحاجات الجوهرية اللي تمس العقيدة والطقوس في الصميم، كأمثلة يبقى عندنا فكرة بيها. فيبقى هناخد الفرق بيننا وبين في اللاهوت المقارن الكنائس البيزنطية من حيث الاختلاف حول عقيدتنا في طبيعة السيد المسيح، هنناقش بعض الفروق بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية من ضمنها طبيعة السيد المسيح، وممكن نتطرق لحاجة أو اتنين تاني، وهنركز شوية على الخلافات بيننا وبين البروتستانت لأنها كثيرة شوية ويعني واضحة أكبر، لأن طبعا مش هنقدر ندرس كل حاجة، لكن إحنا بنديكم مفاتيح بعد كده، يعني حتى لما تتخرجوا من أعداد خدام اللي يحب يستكمل دراسات الدينية في الإكليريكية أو بقراءاته الخاصة يبقى عارف، أو ممكن من خلال عمل مؤتمرات للخدام والخادمات والشباب ممكن ندرس فيها بعض الأمور الأخرى بالتفصيل. هنبدأ دلوقتي بالأسرار، مش هنتكلم عن الأسرار كلها الحقيقة برضو، حتى الأسرار مش هنتطرق ليها بالتفصيل، ولكن هنمسك سر زي سر المعمودية ونتناوله بشيء من التفصيل شوية، وبعد كده بقية الأسرار ممكن هنمر عليها برضو إيه مرور سريع، لأن الأسرار ده هي القنوات اللي بيها بننال الخلاص،
زي ما بنقول في القداس، تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص أو وسائط الخلاص، وأنعم علينا بالميلاد الفقام الذي بواسطة الماء والروح. طرق الخلاص وسائط الخلاص مقصود بها الأسرار الكنسية في المقام الأول. أول سر حسب إيماننا الأرثوذكسي من الأسرار هو سر المعمودية، وإحنا بنسميه إنه باب الأسرار، بداية الأسرار كلها. إيه أهميته السر دوت؟ وإيه الفرق بيننا وبين إخواتنا البروتستانت فيه؟ المعمودية بالنسبة لنا سر مقدس. أول حاجة ربنا يسوع المسيح بنفسه هو اللي قاله وحدده، هو اتعمد أولا وبعدين قال لنيقوديموس في الحديث مع نيقوديموس: إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. إن كان أحد لا يولد من الماء لا يقدر، مين اللي بيقول كده؟ فإذا كان الحكم صدر منه كده، مفيش إنسان آخر ولا مجمع مقدس حتى ولا أي رتبة يقدر يقول إن ممكن يبقى مفيش معمودية، لأن الحكم صدر من مين؟ من ربنا يسوع المسيح. وهو اللي نفسه قال لتلاميذه: من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. اذهبوا وتلمذوا جميع وعلموهم جميع ما أوصيتكم به وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. إذن في البداية كده مين اللي ادى أهمية للمعمودية؟ إحنا ولا ربنا يسوع المسيح؟ ربنا يسوع المسيح بنفسه. طيب إحنا هنشوف المعمودية بالنسبة لنا إيه؟ وعند إخواتنا البروتستانت إيه؟ لأن في برضو عندهم ممكن يقولوا برضو في معمودية، بس إيه المعمودية بالنسبة لنا؟ إيماننا بيها إيه؟ وهم بيفهموها إزاي؟ وبيتمموها إزاي؟ إحنا بالنسبة لنا المعمودية بها ننال الخلاص. المن آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. إذن حسب كلام ربنا يسوع المسيح إن الخلاص اللي تممه على الصليب بننال بركاته واستحقاقاته بالإيه؟ بالمعمودية، لما نؤمن ونعتمد. وفي عدة آيات بتقول كده، منها من آمن واعتمد خلص، وغيرها تاني معلمنا بولس الرسول يقول: بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. خلصنا بالإيه؟ بالميلاد الثاني اللي هو المعمودية. والقديس بطرس لما اتكلم على رمز المعمودية في العهد القديم اللي هي فلك نوح، يتكلم عنه يقول ايه؟ الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، اللي هي في المعمودية يعني، بيقول: الذي فيه خلص كليلون، أي ثماني أنفس بالماء. ده الفلك،
الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية. يبقى بالنسبة لنا المعمودية بها ننال الإيه؟ مين اللي بيقول كده؟ السيد المسيح ورسله الأطهار هم اللي بيعلمونا كده، ودي أهميتها بالنسبة لنا. المعمودية بننال بيها الميلاد التاني من الماء والروح. احنا ما بنتولد من ابونا وامنا، دي البنوة الجسدية، نبقى اولاد ادم، لكن في المعمودية بنبقى اولاد الايه؟ المسيح له المجد، عشان زي ما ورثنا الموت من ادم كما في ادم يموت الجميع، كذلك في المسيح يحيى الايه؟ الجميع. ازاي بنبقى بناخد البنوة دي منه؟ بالمعمودية. فالمعمودية بالنسبة لنا هي ميلاد ثاني. ده فلسفة ولا تعليم كتابي؟ تعليم كتاب. يقول ايه؟ لما قلت لكم الآية من شوية في حديث ربنا مع نيقوديموس، يقول له إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى الله، وقال إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الروح هو روح. كل ده بيتكلم على إيه؟ الولادة. يبقى المعمودية باعتبارها إيه؟ ولادة. يبقى بيها ننال الخلاص، وبيها ننال الولادة. ومعلمنا بولس الرسول يقول أيضا في تسالونيكي 3، بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني. يبقى المعمودية دي ميلاد ايه؟ تاني لينا. يبقى بيها ننال الخلاص، وبالمعمودية ننال الميلاد الايه؟ التاني. كل ده مين اللي بيعلمه لنا؟ مش بشر. المعمودية فيها عشان ننال الخلاص بنتغسل من خطايانا في المعمودية. ازاي؟ عارفين حكاية معلمنا بولس الرسول لما كان في الأول بيضطهد المسيحيين، وبعد كده ظهر له ربنا في الطريق وقال له قوم وادخل دمشق، وبعدين ربنا بعت له حنانيا الدمشقي، فقال له ايه حنانيا لما راح له؟ لما بولس الرسول فقد بصره قال له ايها الاخ شاول لماذا تتوانى؟ قم اعتمد واغسل خطاياك. قم اعتمد واغسل ايه؟ خطاياك. يبقى في المعمودية فيها غسيل الخطايا. ويقول معلمنا بولس الرسول ايضا في كورنثوس الاولى 6، لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إلهنا. ولكن اغتسلتم، اغتسلتم بإيه؟ بالمعمودية. كل دي مفاهيم للمعمودية بالنسبة لنا. بها ننال غفران، بها ننال الخلاص، بيها ننال الميلاد الثاني، غسيل من ايه؟ من خطايانا.
ايه تاني؟ بيها ننال مغفرة الخطايا. معلمنا بطرس الرسول لما اتكلم في وسط الجموع بعد حلول الروح القدس على التلاميذ فعايزين يعرفوا طب يعملوا ايه، فقال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا. ليعتمد لغفران الايه؟ الخطايا. يبقى المعمودية بننال بيها مغفرة الخطايا. ازاي بتتغفر الخطايا؟ انتوا عارفين الكتاب يقول ابرز الخطيه موت. فربنا يسوع المسيح لما مات على الصليب هيا لنا سر المعموديه فيها موت وقيام، فيها دفء. فيها موت معاه، عشان كده يقول معلمنا بولس لأعرف وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. احنا بنتشبه بيه، لكن هو مين اللي فعلا مات عننا؟ ربنا يسوع المسيح. لكن بالمعمودية اللي بيآمن ويعتمد ويدفن في المية بينال استحقاقات موت المسيح وقيامته. يقول أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته فدفننا معه بالمعمودية للموت. شوف حتى التشبيه، مش يقول مجرد اتغطسنا وبس، دفننا. ودي هتقودنا بعد شوية ليه المعمودية عندنا بالتغطيس، بندفن. ويقول مرة تاني في كولوس 2 مدفونين معه في المعمودية. معلمنا بولس يقول في رومية 6 فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا معه. متنا معه فين؟ في المعمودية. قال مدفونين معه في المعمودية. المعمودية مش موت وبس، لا فيها تجديد بقى. لما بنموت بيطلع الإنسان الإيه؟ خليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة إيه؟ جديدة. يقول إزاي بقى؟ فدفننا معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة. بنموت معاه في المعمودية نطلع بقى حياة جديدة خالص، فيها بنبقى أولاد المسيح له المجد وأولاد النعمة. لما بنطلع بيها كده بناخد ملامح المسيح. تعرفوا بالضبط زي الواحد اللي بيتولد من أبوه وأمه، أحيانا الواحد يشوف حد كده أكون عارف أبوه وأمه. لكن ما شفتش ابنهم قبل كده، مجرد الواحد يشوف الولد او البنت يقول الولد ده ابن فلان، البنت دي بنت فلان. الله ازاي؟ نفس السحنه. والسحنه بقى بحسب شكلها حلوه وحشه، المهم بيبقى ايه؟
نفس السحنة، نفس الشكل، نفس طريقة الكلام، فنفس الشخصية كده، بتبقى كده واحد لابس، تعرفوا هاي واحد يلبس ماسك كده لشخص معين، بيبقى واخدين شكله. فاحنا بقى في المعمودية بنبقى أولاد المسيح، فبناخد شكله، أو بتعبير آخر يقول بنلبس المسيح. فأولاد ربنا الواحد ممكن يشوف الولد ده مسيح، البنت دي ايه؟ مسيحية، فيهم سمات المسيح، والحامل في جسدي سمات الرب ايه؟ يسوع. لكن ايه علاقتها بالمعمودية بقى؟ شوفوا بيقول ايه معلمنا بولس الرسول في غلاطية 3، لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. وكتير قوي من الناس اللي بيتعمدوا تلاقي شكلهم بيتغير بعد المعمودية، بيحلووا طبعا. دي كلها مفاهيم عندنا في المعمودية، نرجعها تاني. الخلاص، ايه تاني؟ الميلاد التاني، غفران، الغسيل، التجديد، عملية الجدة، نبقى ولادة جديدة، نقوم في جدة الحياة، وبنلبس المسيح له المجد. مين اللي علمنا الكلام ده كله؟ والآباء، سيد المسيح والرسل. طب ده في بقى حاجة أعمق من كده، لأهمية المعمودية ولأهمية سر المعمودية. كان في نبوات ورموز كتيرة من العهد القديم عن المعمودية، يعني مش مجرد قالها وبس، لا، ده في تمهيد ليها سابق من العهد القديم عن المعمودية. نقول بعضها، ركزوا معايا بقى عشان تفهموا، عايزكم تفهموا الأول، وبعد كده الحاجات اللي فاهمينها دي لو فهمتوها سهل تحفظوها، عايزكم تبقوا حافظينها صم كده، بحيث حد أما تبقوا خدام وخادمات حد يسألكوا تبقوا عارفين كل حاجة عن المعمودية، إثباتاتها، فعاليتها، أهميتها، رموزها. إحنا قلنا واحد من شوية في نبوات عن رموز العهد القديم، فلك نوح. وده مين اللي قالنا ان ده رمز؟ احنا هنألف، لا، ده الكتاب نفسه هو اللي قال. مين؟ معلمنا بطرس الرسول، زي ما قلنا من شوية، يقول إذ كان الفلك يبنى الذي فيه خلص قليلون، أي السمان أنفس بالماء الذي مثاله يخلصنا نحن أيضا، أي المعمودية. قالها صراحة أهو، يبقى الفلك نوح اللي كان فيه الثمن أنفس في الطوفان وسط المية المحيطة بيهم غطسانين فيها نالوا الحياة، ده كان مثال للإيه؟ مين اللي قال لنا كده؟ الكتاب، معلمنا بطرس الرسول. في حاجة تاني بقى، الختان كان رمز للمعمودية من حيث هو علامة عهد، ما كانش حد يدخل رعوية شعب الله إلا لازم يختتن، زي احنا دلوقتي مش ممكن حد يبقى مسيحي
وينال من بركات الخلاص والأسرار ما لم يتعم. الختان سمة لا تمحى، المعمودية سمة لا تمحى. الختان فيه موت، بيتقطع جزء بيموت، والمعمودية فيها موت وحياة. الختان مرتبط بالولادة لأن بيبقى في العضو التناسلي، والمعمودية ولادة بس ولادة روحية. يبقى الولادة الجسدية والولادة الإيه؟ ده رمز للولادة الروحية. أوجه كتيرة بين الختان والمعمودية. في حاجات تانية كانت أحداث تعبر عن رموز أو تعتبر رموز. عبور البحر الأحمر يقول، وكانت السحابة وعمود النار برضو، عارفين يقول لك بالماء والروح، السحابة وعمود النور وعبور البحر. مين اللي علمنا كده؟ معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. يعني السحابة كانت رمز، والبحر أيضا كان إيه؟ كان رمز. وزي ما عبروا خلصوا من عبودية فرعون، احنا بالعبودية بنخلص من عبودية الايه؟ زي ما في البحر الاحمر كان في موت وحياة، فرعون ومراكبه ماتوا وشعب ربنا، احنا في العبودية فيها موت وايه؟ وحياة. وموسى هنا في البحر الأحمر وفي السحابة يمثل الكهنوت اللي هو قاد الشعب، زي المعمودية بننالها من خلال سر الإيه؟ الكهنوت. في حاجة تاني، في سفر حزقيال 16 ربنا بيخاطب أورشليم التي تمثل أو كنفس بشرية سقطت، يقول لها إيه؟ دخلت معك في عهد يقول السيد الرب، فصرت لي فحممتك بالماء. حميتك بالإيه؟ بالماء. وغسلت عنك دمائك، مش احنا قلنا المعمودية غسيل، ومسحتك بالزيت. شوفوا ادي كتب كلام ربنا واضح، وإيماننا واضح وصريح وبسيط ومباشر، مش محتاج تأويل ولا يعني فلسفة ولا استكبار، كلام صريح وواضح ومباشر. طيب دي كلها مفاعيل المعمودية، وقلنا ان المعمودية ده هي أمر إلهي من خلال ربنا يسوع المسيح ورسله الأطهار، لها جذورها وأصولها في العهد القديم من خلال النبوات والرموز اللي قلناها. نتنقل لنقطة تاني في سر المعمودية. النقطة دي بنعبر فيها عن إيماننا
عشان هيبانش بعد شوية إحنا بنختلف مع إخواتنا البروتستان في الموضوع ده إزاي. كيف ننال المعمودية؟ تتم بواسطة من؟ لابد الكهنوت. ليه؟ الأمر كان من ربنا يسوع المسيح للتلاميذ مش لكل الناس. اذهبوا وتلمذوا وعلموا جميع الأمم جميع ما أوصيته لكم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. إذن الأمر خاص بمين؟ بالتلاميذ. مش أي حد تاني. يعني بالكهنوت التلاميذ ومن يخلفهم. فلابد أن تتم بواسطة كاهن شرعي. عارفين زي ما حصل مع معلمنا بولس الرسول لما كان في الطريق وربنا ظهر له وبعدين أمر بالدخول إلى أورشليم وقال له هناك يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل، وبعد كده بعت له حنانيا وحنانيا عارف إن ربنا ظهر له شخصيا لكن عمده. أي حد ولا حنانيا الرسول؟ لا حنانيا كان من السبعين. لازم بواسطة كهنوت. فحنانيا هو اللي إيه؟ اللي عمد معلمنا بولس الرسول. ولما كورنيليوس قبل الإيمان وربنا أعلن قبوله للأمم بعد مين عمده هو؟ أهل بيته القديس بطرس الرسول. يبقى إذن لازم اليوم بالمعمودية يكون كاهن شرعي. طبعا كل ده مش عند اخواتنا الكاثوليك اخواتنا البروتستانت، كل ده مش عندهم. اذا لابد من المعمودية ولابد من اللي يقوم بها كاهن ايه؟ شرعي. ودينا أمثلة الأمر المباشر لهم توب وليعتمد. لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك. سجان فيليبي لما آمن يقول اعتمد في الحال هو الذين له أجمعون، مع أن كانت الظروف يعني مش مناسبة. القديس بولس كان مسجون ويعني لكن المعمودية ما تتأجلش، وحصل كده مع كورنيليوس. خصي كنداكا الحبشي لما ربنا بعت له فيلبس وكلموا عن الخلاص وهم ماشيين في المركبة اللي هي زي عربية كده زي حنطور أو غيره، فشافوا عين ماء. شفتها عين الماء ده هي. فالقديس فيلبس بيشرح
للوزير ده بتاع كنداكا أهمية المعمودية من شرح القديس فيلوبوس له، فهذا القسي بمجرد ما شاف عين مية قال له هو زمان ماذا يمنع أن أعتمد، هو زمان ماذا يمنع أن أعتمد، وفعلا إيه عمده. فالمعمودية لازمة لكي ننال الخلاص، ولابد أن تتم بواسطة كاهن شرعي، حتى طريقة إتمامها مما شرحنا مفروض فهمنا بقى مدفونين يبقى بالترقيص، يقول لما صعد من الماء نفس اسم معمودية بابتز يعني صبغة، الاسم بتاعها بابتز يعني ايه صبغة، عشان تصبغوا حاجة بتعملوا ايه لازم تغطس الحاجة تشرب تماما تغطس فتاخد الصبغة، عشان كده بابتزم نفس الكلمة معناها يعني ايه بابتزما يعني صبغة، فلازم بالتقديس زي ما بيحصل لما بيجي نصبغ حاجة، غير يقول مدفونين، الدفن ده في القبر بيبقى ايه جوه مش بره، حتى لما بنقول المعمودية ولادة جديدة اللي بيتولد بيتولد يعني ايه بيبقى جوه ويبقى بره، فجرم المعمودية هو زي البطن اللي بنتولد منه، نخرج من جرم الايه المعمودية زي الواحد ما بيتولد يخرج من بطن امه كده، فلازم يكون جوه، فلابد من التقديس. حتى كل الآثار بتاع الكنائس نلاقي فيها جرن اسمه جرن المعمودية، مش خرطوم ولا يعني لا ده حاجة يعني كبيرة. طبعا اللي فات ده كله بالنسبة لإخواتنا البروتستانت لا يؤمنوا، حتى لو عمدوا لا يؤمنوا إن المعمودية هي الحاجات دي كلها، كل اللي قلناه إن بيها ننال الخلاص والولادة الجديدة والغسيل وي 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 وي، يقولوا ده بالإيمان، كل ده بالإيمان، ويعتمدوا على بعض على آيات يقولوا بغسل الماء بالكلمة بالكلمة، ما يعرفوش إن الكلمة تسبق الإيه، ما هو لازم اللي يتعمد يؤمن، وعشان يؤمن لازم إيه يبقى فيه كلام الأول، يعني الإيمان يسبق المعمودية ويسبق الإيمان الإيه الكلام. فلا يؤمنوا بأن هذه المفاعيل كلها، وبعدين هم ما عندهمش لا يؤمنوا بالكهنوت، يبقى المعمودية عندهم ايه مجرد إعلان شكلي، حتى لو عمدوا بيبقى حاجة ايه شكلية، واحد آمن يبقى خلص، وناحية شكلية كده بيتعمد كنوع من الإعلان إن ده بقى مسيحي، لكن شوية المية اللي بيترش بيهم دول واللي بيرشوا بيهم أي واحد حتى لو غطسوا ليها كل المفاعيل اللي قلناها؟ لا،
طب هل في نظرنا تعتبر معمودية؟ لا، لأن هم نفسهم لا يؤمنوا بها كده. فإذا كان هم ما بيؤمنوش بها كده، أنا أؤمن لهم كده؟ يبقى لا طبعا. ده غير أن عندهم، ودي واخدينها من الكاثوليك لأن هم انشقوا عن الكنيسة الكاثوليكية، أن المعمودية ما تبقاش للأطفال، للكبار. ليه؟ يقول لك آه ده بيقول من آمن واعتمد خالص، يبقى لازم الواحد يقول، والمعمودية دي إعلان للإيمان، نوع من الإعلان، فلازم يكون أما إيه؟ يكون كبير. إيه رأيكم في المنطق ده؟ ده احنا كتاب مليان يقول لك آمن هو وكل أهل بيته، اعتمد هو وكل أهل بيته، أهل بيته دول مش شاملين الكل؟ طبعا. تاني حاجة، إن كان أحد لا يولد من الماء وروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، مين إيش ضمننا إن الطفل هيعيش ويكبر؟ ما ممكن يموت وهو صغير. حاجة مهمة تاني، مين قال إن الطفل مش مؤمن؟ إحنا بنعمد مش أي طفل، بنعمد على إيمان الوالدين. فتلاقي الأب والأم مؤمنين، الابن بالتلقائية المؤمن، تلاقي يدخلوا الكنيسة يرشموا الصليب كده يروح عامل إيه؟ كده يسجدوا، يسجد، يعملوا كده على صورة العذراء، تلاقي الأطفال يعملوا إيه؟ ما عندهمش ما يعيق الإيمان. ده في حاجة أكتر من كده من العهد القديم، اللي يقولها يبقى شاطر. أكتر من حاجة، أما عبروا البحر الأحمر والسحابة، الكبار بس اللي خلصوا ولا كبار وصغار؟ والصغيرين. طب حاجة أقوى كمان بقى محددة أكتر، نعم، الختان. الختان ده كان بيبقى في اليوم الإيه؟ الثاني. يعني الطفل بيبقى عضو في جماعة الله، جماعة ربنا، من اليوم الثامن وهو طفل صغير. يبقى احنا ليه نحرم الايه؟ الاطفال. ده كله فيه تشكيك، لان هم لا يؤمنوا بمفاعيل المعمودية، وبالتالي لو يؤمنوا ان اهميتها للخلاص ما كانش ممكن يأجلوها، لان ذنب الطفل ايه؟ يروح وهو مش متعمد. واضح؟ ننقل لحاجة تاني سهل الموضوع ده، انتوا يعني شاطرين شوية صغيرة يعني لما هتذاكروا هتبقوا شاطرين أكتر كمان. في بعض الأسئلة كده والاستفسارات احنا ممكن نسألها وبعض يسألها. يقول إذا كان في المعمودية بيبقى فيه تجديد، بنبقى طبيعة جديدة كده ونبقى، طب ليه بنغلط تاني؟ ما احنا بنرجع نخطي تاني. نقول لهم ما شيء طبيعي. ليه؟ إن احنا في المعمودية بتتغفر لينا خطايانا، ناخد نعمة التبني، لكن نعمة التبني دية والتجديد لا تلغي نعمة حرية الاختيار. ربنا ادانا حرية الايه؟ الاختيار. ونعمة التبني ما هياش العصمة، ما ادناش ان احنا معصومين من الخطأ، لكن محتاجة ان نتمم خلاصنا بخوف ورعدة. بقى انت بقيت منضاف كده، نراعي ان نعيش حياة طاهرة نقية، وحتى لو غلطنا رتب لنا اسرار اخرى ممكن بيها ايه؟
يبقى فيها تجديد التوبة يعني، مش لكن الماضية لا تتكرر. طب في ناس يجي لها فكرة أحيانا إزاي يعني هنال الخلاص، المعمودية مهمة للخلاص واللي هيعمدني بها أبونا. طب نفترض أبونا ده مش كويس، معقولة هنال الخلاص من كاهن مش كويس أو من أسقف مش كويس؟ ملناش دعوة، إحنا زي يعني إيه واحد موصلات بنوصل أمانة أو توكيل، عدم أمانتنا لا يبطل أمانة إيه؟ أمانة الله. إن كنا غير أمناء فهو يبقى إيه؟ أمينا. والأسرار تظل قائمة. ده حتى في حاجة حلوة حصلت أثناء إجراءات صلب ربنا يسوع المسيح أو التآمر عليه. قيافة اقترح على اليهود كان رئيس كهنة، قال لهم خير أن يموت واحد ولا تهلك الأمة كلها. قديس يوحنا يعلق على كده يقول إيه؟ قال لم يقل هذا من نفسه، ولكن اللي ورا ولكن لأنه كان رئيس كهنة في تلك السنة فتنبأ. شوفوا قد إيه، رغم إن هو مش قصده خير لكن ربنا اتكلم بروح النبوة عما سيحدث للسيد المسيح. في ناس تقول طب لو المعمودية لازمة قوي كده، طب ما اللص اليمين كان مع المسيح وما لحقش يتعمد، يبقى خالص ازاي؟ هي من ضمن تعريفات المعمودية هي ايه؟ موت مع المسيح، مش بنقول مدفونين معه. طب ده لص المسيح لص اليمين اتصلب مع ايه؟ وزي الشهداء الناس اللي بيستشهدوا فبيؤمنوا ويستشهدوا في الحال، فبنسميها معمودية الدم، يعني دمهم يعتبر ايه؟ معمودية ليهم. يقولوا طب بتوع العهد القديم بقى، طب دول كلهم اتعمدوا؟ يعني دول كده اللي مش هيدخلوا السماء؟ أولا الأمر بالمعمودية في العهد القديم لم يكن قد صدر بعد، ولكن قد صدر ما هو رمز للمعمودية، فأصبح كل من يلتزم بالرمز هيخلص. الختان وزي الفصح والذبائح والعبر وهكذا، يعني كل الرموز الأخرى دي كانت بها ينالوا الخلاص. وطبعا اتكلمنا عن ما بيقولوا بالكلمة ولا بالماء، قلنا الاثنين مرتبطين ببعض لأن المعمودية لابد بالإيمان والإيمان بالكلمة الأول. يقولوا الناس يعني هو المية دي يعني هي اللي بتعمل ده كله؟ لا، المية بذاتها ما تعملش كده، لكن دي مش مية عادية، ده بيتصلى قداس على مية المعمودية وبيوضع فيها زيت الميرون وبتتقدس.
فأصبحت مية غير عادية. عشان كده بعد انتهاء المعمودية في صلاة خاصة عشان ترجع المية لطبيعتها البسيطة، لكن وقت ما تصلى عليها ومتقدسة مش مية عادية، ممنوع حد يلمسها على فكرة، محدش يلمس المية، المفروض حتى الطفل بيتاخد كده من الكاهن في فوطة، والحاجات دي بتتغسل وتتعمل في ماء جاري بعد كده، ده حتى أول حماية للطفل بعد المعمودية كان المفروض يقوم بيها الكاهن بصراحة، كان يعمل كده أبونا أثناسيوس السوريان الله يريح نفسه، كان هو يعمل أول حميم للطفل بعد المعمودية. فالحكاية مش حكاية مية عادية، لا، مين قال إن المية دي مية عادية؟ لكن المية ليها رمزيتها من زمان، ده حتى من بدء الخليقة كان على وجه الغمر، كان غمر وروح الرب يرف على وجه الإيه؟ وكل الخليقة خرجت من الماء والروح، بدأت الإيه؟ ربنا يخلق. فبنفس الطريقة اللي خلق بيها زمان بتبقى الولادة التانية والخليقة الجديدة كده، هو نفسه شبه نفسه بالماء، أنا هو الماء الحي، تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم أبارا أبارا مشققة لا تنبت ماء. فشبه نفسه بالماء، والآن من آمن بي كما قال تخرج من بطن أنهار ماء حي. والكتاب قالها صراحة كمان، يعني حصل موقف وأكده القديس يوحنا لما جه ربنا يسوع المسيح أسلم الروح، فجه قائد الماء بحربة وجنبه ضرب بالحربة فخرج إيه؟ دم ومية. ودي كانت حاجة غريبة، لأن الواحد لما جسمه ما يخرجش منه حاجة، لأن الضخ الدم خلاص بيحصل تجلط، مفيش ضخ دم، لكن ده خرج دم ومية. ليه دم ومية؟ عبر عنها القديس يوحنا، هيبقى للذين يشهدون في الأرض ثلاثة، الماء والدم، الماء والروح وإيه؟ والدم، أو الروح والماء والدم، والثلاثة هم واحد، لأن بدم المسيح من استحقاقاته بننال الخلاص، والمفاعيل اللي قلناها دي كلها بواسطة الماء وإيه؟ والروح، دي كلها باستحقاقات إيه؟ دم المسيح. فإذا الذين يشهدون في الأرض الروح والماء وإيه؟ والدم، دم المسيح ننال استحقاقاته بالماء والإيه؟ بالروح والماء. وفي أمثلة كثيرة، يعني احنا في أحد التناصير بيتقري دايما فصل المولود أعمى، نلاحظ ربنا لما طلع عينه بالطين قال له إيه؟ في بركة سلوان بالمية يعني. طب يا رب إذا كنت هتخلق له عين جديدة كان ناقص شوية المية دول، لكن عايز يبين لنا أهمية الإيه؟ المعمودية، وليها رمز في العهد القديم أيضا، لما نعمان السورياني راح لأليشع النبي قال له اذهب استحمى فين؟ في نهر الأردن، لدرجة نعمان
قال يعني بقى أنهار دمشق دي يعني من قلة الأنهار عندنا روح نهر الأردن. نهر الأردن ده يا أولاد صغير قوي، يمكن ما شفتش نهر أصغر منه، أقل من ترعة عندنا كده. عارفين الترعة لما الواحد يروح يشوفه نهر الأردن، هو ده نهر الأردن ده، ربنا يصل المسيح ده كان متواضع جدا، مليش غير نهر الأردن، نهر صغير خالص، لدرجة نعمان السرياني قال يعني من قلة الأنهار عندنا، عندنا أنهار أكبر. لكن مش ما بيدركش إن القوة مش في المية، لأ، ده في قوة روحية أخرى بتبقى في المية ده، هي بالصلاة بالبركة بتاعة ربنا. في ناس بتحب تتفلسف، طول ما بدل ما نقول المعمودية موت مع المسيح، ليه ما نقولش قيامة؟ زي أحيانا بعض الآباء الكهنة في القسمة ما يحبوش يقولوا ودفننا معه، يتفلسف يقولوا وأقامنا معه. الله، طب هو هيكون زي ما لم يكن ميتين. هي القيامة بتيجي للمين؟ ما هي عشان نقوم ما بد نكون مدفونين، دي اللي بتدي للقيامة قوتها. فبتبقى فلسفة كذابة. يقول لي أعرفه وقوة قيامته وشركة إيه؟ ألامه متشبها بموته. طب ما كان ممكن يقول أعرفه وقوة قيامته بس، لكن قال شركة ألامه متشبها بموته. طب يقولوا طب إذا كان الأب والأم متعمدين ونالوا الخلاص والولادة الجديدة، طب ليه احنا بقى نتعمد تاني؟ احنا كلنا كنا في آدم لما أخطأ، لكن صار الخلاص له شروط. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدن. مش بالكبشة، لا، كل واحد واحد حسب عمله. عشان كده برضو في بعض آباء كهنة يجوا يقولوا مثلا ويعطي كل واحد كنحو أعماله، لا، كل واحد وواحد كنحو، واحد واحد بقواي بقواي، قطاني بقوي، واحد واحد. حتى في وشية الراقدين في برضه يقول كل واحد باسمه، كل واحدة باسمها، لا، يتقال كل واحد واحد باسمه، كل واحدة فواحدة باسمها. كل إنسان له خصوصيته. هل المعمودية تعد؟ لا. طيب أنا دلوقتي نفترض جي ناس، حد مش أرثوذكس بروتستانت مثلا، وقالوا إحنا اتعمدنا وعايزين نبقى أرثوذكس، نعيدها ولا ما نعيدهاش؟ طب خلاص بالراحة عليا، شاطرين، احنا ما بنعتبرهاش إعادة، لأن الأولادية ما تعتبرش إيه؟ موجودة أصلا، وبالتالي هم نفسهم لا يؤمنوا بالمفاعيل اللي قلناها دي كلها. احنا المعمودية عندنا غفران وخلاص وولادة وموت وحياة، هم ما بيقولوش كده خالص. فأنا هقول بالنيابة عنهم ما تمتش بواسطة كاهن شرعي، فبالتالي يتعامل. طب نفترض في طائفة أخرى من المذاهب المسيحية اللي تؤمن بالمعمودية، لكن مختلفين معنا في الإيمان والعقيدة، يتعمدوا ولا لأ؟
نعم اللي عارف يرفع ايده ما حدش يقول في وهو مستخبي كده يتعمدوا يعني ليه بقى لحاجتين اول حاجه المعموديه مرتبطه بالايمان فاذا كان الايمان مختلف ما بني على باطل يبقى ايه باطل دي حاجه الحاجه الثانيه في حروم موضوعه من المجامع من زمان على الكنائس الاخرى بالكهنه بتاعتهم فانا لو في كاهن حتى ارثوذكسي ومحكوم عليه هل الاسرار اللي بيعملها تقبل ولا لا ما تقبلش وبالتالي لازم رفع الحروم الايه الاول عشان يتقبل الايه المعموديه لازم وحده الايمان ورفع الحروم حاجتين مع بعض وحده الايمان ولو هيبقى في وحده ايمان يبقى في رفع للايه للحروم يبقى بالتالي دي فيبقى خلاص دي بعض الاستفسارات اللي ممكن نقولها نعم يا إريني قول يا بنت لا ده في اتفق نسعى جاهدين لأجل عدم إعادة المعبودية نسعى جاهدين يعني إيه عشان المعبودية ما تتعادش لازم نتفق في الإيمان الأول فعشان كده في حوارات بيننا وبين الكنائس كلها حوارات مشتركة عشان نوصل يبقى إيماننا واحد وبالتالي يقول إيمان واحد معمودية واحدة زي ما بيقول الكتاب إيمان واحد معمودية واحدة عشان المعمودية تبقى واحدة لازم الأول يبقى الإيمان إيه؟ واحد ففي نية جميلة وحلوة وبنعلن محبتنا للآخرين كلهم إن إحنا بنسعى بإخلاص وبأشواق ونفسنا بجاهدين بنبذل جهد في السعي ده عشان نوصل للإيمان الإيه؟ الواحد وبالتالي ما نحتاجش نعيد المعمودية. طب أنا هشوف الأسئلة المكتوبة الأول. طب اكتبها عشان في أسئلة جات لي مكتوبة فهشوف اللي كتبه الأول وبعد كده لو بقي وقت نتكلم أرجو بلاش كلام في سؤال بيقول لو طفل مات أثناء وهو بيتولد وأخذوا أبوه وهو الطفل ميت والكاهن أخذ كوباية من المية اللي في المعمودية ورشها على الطفل الميت هل كده الطفل نال المعمودية من غير تطقيس؟ لا لو الطفل في حالة الاحتضار وكده بياخد أبونا مية من المعمودية ويدهنوا بيها من الكامل ده بتعتبر وضع استثنائي بدل ما يتغطس المية هي اللي بيه بنلف حواليه عن المعمودية بس لو في حالة المعايش لو أبونا عمل كده يمكن الطفل الغيبوبة ولا حاجة لو عايش هتتحسب له معمودية أحيانا في أحيانا بعد عنكم بيبقى حد الغيبوبة ما حد الجريان ميت ولا إيه ولا حي لو عمل كده مش هيضر يعني إذا كان عايش يبقى استفاد بيه لو خف لا ما تتعبش المعمودية بس يدهن بالميرون بقى 36 رشمة بالكامل في سؤالين في سؤال يقول يعلم البروتستانت والملحدين الشباب إن سبب تمسك الكنائس بالأسرار هو فرض السلطة الكهنوتية
وأنه لابد أهمية للأسرار، فكيف نرد عليهم باللي قلته لكم ده كله؟ اللي حكيناه ده كله كلام سلطة كهنوتية ولا سلطة إلهية؟ سلطة كتابية، مش كده؟ أظن أنتوا عارفين الموضوع ده دلوقتي، مش يعني إحنا نستعين بيكم في الرد. يقول هل المعمودية لغفران الخطايا المقصود بها الخطية الجدية فقط أم خطايا ما قبل المعمودية؟ الاثنين. ليه؟ لأن الإنسان قبل المعمودية محتاج إن يقدم توبة، عشان كده معلمنا بطرس يقول توبوا واعتمدوا، يعني إيمان وتوبة ومعمودية، وبالتالي المعمودية بتبقى مغفرة كل الخطايا الوراثية والفعلية. ينفع نخلي الميعاد بدري شوية، يعني على 2 أو 3؟ أنا لو اتفقت على 3 ما عنديش مانع. ممكن أعمله فوتنج، تصويت. فين أبونا مينا؟ هرب. نبيل أبونا مينا يا بنت؟ الصليب يغفر الخطايا بدم المسيح، فماذا تفعل المعمودية إذن؟ لا، المغفرة بدم بصليب المسيح بدمه، لكن بننالها إزاي المغفرة دي؟ عن طريق المعمودية. يعني بالمعمودية بننال كل دي، كل الأسرار بتاخد مفعلها منين؟ من صليب ربنا يسوع المسيح. في اقتراح بيقولوا ممكن الميعاد يتبدر شوية، ممكن وزعوا عليهم ورق وتجمعوه في الآخر، يكتبوا الورق اللي عايز 3 أو 4 ونشوف الغالبية ايه. في حد بيقول كيف الكاثوليك لا يؤمنون بكل هذا ونضعهم تحت بند مسيحيين؟ احنا بنتكلم على البروتستانت دلوقتي في المعمودية. لا مش كده، صحصحوا شوية. في سؤال تاني يقول هو ازاي المعمودية لغفران الخطايا واحنا بنعمد اطفال لسه ما عندهمش وعي باي خطية؟ يعني هل الاطفال خطاة؟ يعني ازاي احنا مولودين خطاة؟ فهمني. اه فهمكوا، انتوا اللي مش فاهمين. في حكم الموت اللي صدر على آدم، مش احنا خدنا، مش درسنا لاهوت عقيد السنة اللي فاتت؟ وبنقول ورثنا حكم، ورثنا خطية آدم وبالتالي ورثنا حكم الموت، فاحنا محكوم علينا، فلازم نبقى أولاد المسيح الميلاد الجديد. كما في آدم يموت الجميع، كذلك في المسيح سيحيا ايه؟ الجميع. وبنال المغفرة من الحكم القديم بالمعمودية باستحقاقات دم المسيح. قال معلمنا بولس الرسول أجرة الخطية موت، وفي رسالة معلمنا يوحنا الحبيب الأولى يقول هناك خطية للموت وخطية ليس مستوجبة للموت، فما التفسير لذلك؟ أجرة الخطية موت. نعم، وتوجد خطية للموت اللي هي التي بلا توبة. أو اللي هي تكون عدم إيمان بالسيد المسيح وبغفرانه وبالأسرار.
فدي ما لهاش يعني لما يجي حد حتى مش متعمد ويقول لنا صلي وما بنصليش. عايز يعترف عايز يتعمد وهو لا يؤمن ما ينفعش، مش هنطلب من أجله ده أي حاجة ياخدها. لكن واحد يؤمن فالخطايا بتاعته تبقى قابلة إنها إيه؟ تتغفر، تبقى ليست للموت بالإيمان وبالمعمودية أو بالتناول، تبقى ليست دي نطلب من أجله، ربنا يديله توبة وينال المغفرة. لكن الخطايا التي للموت إلا واحد مات بخطيته ما يتصلاش عليه أو مش متعمد أو لكن الغير كده بتبقى قابلة للإيه؟ للتوبة. طالما قابل للتوبة يبقى مش للموت. هو احنا ذنبنا ايه في الخطية الجدية؟ واحنا ذنبنا ايه في ان المسيح فدانا على الصليب؟ ايه الفضل اللي لينا؟ ما هو خلصنا على الصليب. اللي عايز ما يبقالوش ذنب في الخطية الاولى يؤمن بالمسيح وباستحقاقات دمه ومش يبقى له ذنب، لكن لو مصر انه ما يؤمنش يبقى له ذنب مرتب كمان. يقول لم يكن هناك معمودية في العهد القديم، فمن أين أتى يوحنا المعمدان لكي يعمد؟ لا، أولا يوحنا نبي فعمل بالنبوة، ثانيا كان في معموديات في العهد القديم برضه. في واحد بيقول أو واحد بيقول إن نيابتك بتقول لازم سر المعمودية بواسطة كاهن، بلاش كلام يا ولاد. وبيحكوا الحكاية بتاع الست اللي كانت جاية من بره والمركب كانت هتغرق وجرحت نفسها وعملت بالمية كده يعني بتدمها ولادها، وربنا اعتبرها معمودية. دي ظرف استثنائي، هي اللي إيمانها بالمعمودية قامت بالدور ده. اعتبرت معمودية الدم زي الشهداء بالضبط. انا مش عايز اخركم، فس يعني ركزوا واسكتوا. حد جايب لي نتيجة الاستفتاء، انا ما قلتش جمهوري انا هنا يا بنتي، انتوا جايبين الأربعة مساء وثلاثة مساء، أنا قلت جمهوري أنا. انتوا عارفين أكتر حاجة ما أحبهاش إيه طبعا؟ بيقول الختان كان رمز للمعمودية وكان في اليوم الثامن للطفل، فلماذا لا يعمد الطفل في اليوم الثامن؟ الطفل ممكن يتعمد ولو في اليوم الأول على فكرة، بس احنا بننتظر طالما حالته كويسة. لو ولد 40 يوم وبنت 80 يوم عشان خاطر الأم، لأن الأم ما تدخلش الكنيسة ولا تتناول قبل 40 يوم في الولد و 80 يوم في البنت، وبالتالي لو اتعمد هي مش هتبقى موجوده. فطول ما حالته كويسه بينتظر لغايه ما ايه الام تتم ال 40 او ال 80 وتيجي. كانت المعموديه تبقى في الركن الغربي البحري، فتتنقل من الشمال لليمين ومن الشرق من الغرب للشرق،
والكاهن يصلي لها التحليل اللي يسمح لها بها بالدخول وتعمد وتدخل. هل كل واحد لو واحد اتعمد وعمره 9 شهور تصبح معموديته مقبولة ولا تعادل المعمودية؟ ده ما يصحش يبقى قاعد معانا صاحب هذا السؤال. قول امين هللويا بقى. طب اتفضلوا نصلي. Yeah.